اجيستري الرائعة. إنها أجيستري الرائعة. رحلة جديدة ومغامرة جديدة معكم. المية ما نظفها. المية يا جماعة الخير تقول من كاسة نازلة هيك من دبوزة مية. إنها أجيستري الرائعة. الفلسطينيين بيقولوا هذا حصرم. شو يعني حصرم؟ يعني عنب لسه مش مستوي. وفي مثل بيقول لك اللي ما يطول العنب حامضا عنه يقول. مساء الخير للجميع، يسعد اوقاتكم يا حبايب من جزيره ايجستري، جزيره جميله جدا كنا بزيارتها اليوم. والحكي مش زي الشوف. مساء الخير من جزيرة إيجنا في السهرة المسائية والأجواء الرائعة الجميلة والأضواء تبعت المدينة، الجزيرة الرائعة المميزة. أهلا بكم من إيجنا الرائعة. طبعا نشوف هذا الحصان للجولات، إلنا خاطر ناخذه بس يعني في النهار بيكون أحلى، في الليل تحس الحصان مش وقته، ما بعرف يمكن انا مش رومانسي. القعدات هنا في ايا مارينا في ايجنا، مكان جميل جدا. هي مش المركز الرئيسي للجزيره، الجزيره مركزها الرئيسي اللي هو ايجنا، لكن احنا هنا في ايا مارينا، منطقه جميله جدا، المطاعم القعدات والبحر جنبنا هون، رح ننزل عنده كمان شويه. من اجمل الاماكن اللي ممكن تزورها في اليونان بنظري
هي من أجمل الجزر جزيرة إيجينا. طبعاً هي ساعتين فقط من العاصمة اليونانية أثينا، ممكن كمان تيجيها بنص ساعة إذا بدك تأخذ القارب السريع أو الباخرة السريعة. طبعاً من سكنتنا عند أصدقائنا في أيا مارينا في آلونس نزلنا نتمشى 10 دقائق تقريباً ووصلنا على هالمنظر الجمالي الرائع في إيجينا الرائعة. طلع هنا على البحر، شوف هالجو بالليل، إشي خرافي وجميل جداً، رائع مميز، إطلالة رهيبة وبحر ممتاز على أمواج الشط. طبعاً أحلى شيء إن الواحد يمشي على البحر بالليل، سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم، ما بنعيش ترجمة. سبحان الله، سبحان الذي سخر لنا هذا. يا جماعة الخير، اشلح مجليك، تمشي على المي، ياه شعور كأنك بتصطف في الدار. أصبحنا وأصبح الملك لله، لا إله إلا الله. طبعاً يا جماعة الخير، الواحد يصحى هنا في قرية، صحيح جزيرة ولكن بيصحى بالقرية. طبعا احنا بنقول لك اديك بقاقي وعندك السردوق بعوعش بالتونسي. بعوعش. حلو، عجبتني هذه. صباح الخير، صباح الفل، ياسمين لكم. تابعونا اكيد، فعلوا الجرس ومشارك منكم بهالقناه عشان نقدر نستمر. كل الشكر لكم وبحبكم. صباح الفل والياسمين. طبعا هذا الحب والمشاعر كلها طالعه من الجو اللي هون من البلد، صار الواحد تحس حالك رومانسي صرت. يا صباح الخير. ميت اهلا وسهلا. يا ميت اهلا وسهلا، صباح الخير. تو مدارس سنة. هاي يمه كاتو يفه كاتو. وينه؟ لا كله منيح ان شاء الله. وهاي المناكيش واحلى افطور فلسطيني في اليونان، ويسعد اوقاتكم جميعا وكل عام وانتم بألف خير. كانت فيديو مع البلاد، نسلم عليهم عيد عليهم. تحياتنا للجميع. Drive, fly, stay.
واذا بتقدر كمان سويم، لانه المي هنا احلى مي واحلى شط موجود في جزيرة ايجنا. تبلش من المي صفر توصل ل 100 متر، بحر جميل رائع جدا ومميز. غطسة بهالصيف خلي الواحد شوي يبرد. السلام عليكم، والحكي مش زي الشو. كل عام وانتم بخير وعيد اضحى مبارك. وهي العم ابو نضال هون مولعها على العيد، وكل عام هو بخير. الجميع بخير يا عمي، كل شعبنا. مساء الخير، والحكي مش زي الشوف. وهي حفلتنا اليوم بالشوي ليوم العيد الاضحى. كل عام وانتم بخير وعام مبارك علينا وعليكم، والعام القادم ان شاء الله يكون احسن للجميع. طبعا في جزيرة ايجنا رحنا هيك برحلة جميلة عند دار العم ابو نضال بحضرة مراد، واهلا وسهلا فيه رغم شرفنا من البلاد. اهلا وسهلا مراد. وهنا طبعا مراد الان مسلم حفلة الشوي، يعني في التعاون على الطريقة الفلسطينية، على الطريقة الفلسطينية، موجودين في نص اليونان في جزيرة ايجنا. صيف مثل النهر، واقف فوق النهر بتحس حالك قاعد مع ابو لهب، يعني الاشي رهيب رهيب على اخر ابو لهب وولاد عمه. خلي بيحكي شوي. مساء الخير للجميع. طبعا من شوارع جزيرة ايجنا الجميلة، ازقتها بتحس يعني كأزقة جميلة جدا قديمة، تشبه يعني ما حبيش اشبه شيء بالقدس، ولكن تشبه النظام الفلسطيني لما تقول ازقة القدس القديمة او نابلس القديمة او رملة القديمة، هون نفس الشيء بتحسها برضو ازقة ضيقة جدا، وكأنها تتكلم عن ازقة بلد من هالمدينة من هالمدن الفلسطينية العربية القديمة. نفس المجال نفس الطريقة، تلاقي هون محلات، تلاقيهم قاعدين مع بعض يتحدثوا، تحس يعني في جو مختلف جدا. هذا الشيء مستحيل تلاقيه في أثينا أو في أي مدينة يونانية عادية أخرى. هنا في أزقة إيجنا الرائعة تتميز هذه المدينة بالحيوية، بالقرية الجميلة، بالإنسانية، بطيبة هذه المدينة أو هذه القرية أو حتى هذه الجزيرة التي تختلف اختلافاً كلياً عن أي مدينة أخرى. إنها إيجنا الرائعة، والحكي مش زي الشوف. شايفين هنا إذا بنطلع طبعاً من هذه الأزقة بنروح على شوارع ثانية، بتلاقي إنه الأزقة أو الشوارع بتكبر بتتوسع بتصير أجمل وبتصير يعني أوسع، نتمر فيها سيارة، ولكن هنا أزقة مش لسيارة ولا حتى لماتور ولا لبسكليت حتى، لأنه بالنهاية انتم كيف شايفين الكراسي والمطاعم موجودة بالشوارع. هون تلاقي أكبر شوي، ممكن تلاقي الماتورات فيها موجودة، سيارة يعني ممكن كهربائية صغيرة تمر من هون، ولكن يعني شوف الماتورات بتمر بكل بساطة بكل سهولة. القرية أو يعني مدينة إيجنا، بعرفش هي قرية ولا مدينة، ولكن هي عبارة عن جزيرة. جزيرة إيجنا يا جماعة الخير هي شيء مختلف جدا عن أي شيء ممكن تشوفه في اليونان. خلال 7 سنوات 8 سنوات خلال كل العمر اللي قضيناه في اليونان، رحنا وزرنا وشفنا وتفرجنا، ولكن إيجنا بتزورها مرة توقع بحب هالجزيرة ومش ممكن تتخلى عنها. طبعا إلى هون انتهت رحلتنا على مدار يومين في جزيرة إيجستري وفي جزيرة إيجنا. جزيرة إيجنا طبعا هي كانت الخاتمة أو وجهتنا النهائية، وكان يوم مليء وحافل ب
رحلة جميلة جدا مليئة بالمغامرة، مليئة بالحيوية، مليئة بالأكل الطيب ومليئة بالرفقة الجميلة المميزة. كان عيد ميلاد أم اللول، وكل عام وهي بألف ألف ألف خير يا رب. إيجنا بطريقنا إلى أثينا. أثينا وي آر كامينج. شاطئ البحر في إيجنا في أي مارينا، هنا دائما تبتدئ الرحلة وهنا تنتهي بعد أن تكون قد خضت في تضاريس هذه المدينة الجميلة في هذه الجزيرة الرائعة. تعود إلى هذا المكان لكي تغادر. أهلا بكم، والحكي مش زي الشوف. وصلت رحلتنا في إيجنا لنهايتها بانتظار القارب السريع لنتوجه إلى مدينة أثينا ونبدأ يوم عمل آخر بكرة ونرجع للروتين. وعن جد كان عيد حلو، لأنه اللمة أهم إشي بالعيد. كل عام وأنتم بخير، وعيد أضحى مبارك علينا وعليكم، وإن شاء الله ينعاد وقد تحررت وقد عم السلام في بلد السلام فلسطين المليئة بالآلام. السلام عليكم. انتظرونا في رحلة قادمة إن شاء الله. اشتراك بالقناة، تفعيل الجرس، شير للفيديو، ياريت تعليق تحت عشان أسمع وأشوف وأعرف أنتم من وين بتتابعوني. شكرا لكم، كل الحب والمحبة، وإلى اللقاء. وصلنا أثينا يا جماعة، وصلنا لمدينة أثينا بعد رحلة رائعة ومميزة.